ولا بهاجم حد انا هنا برصد لكم آه يعني حقائق وده مهم جدا لازم الناس تعرفها بالتاكيد في البعض بيزعل وفي البعض بيبقى مبسوط وفي البعض بيبقى نص نص لكن في النهايه مش هقدر اقول غير الحقيقه موضوع رمضان صبحي امبارح آه طبعا بالتاكيد لعيب كبير ولعيب نجم على صغر سنه ولعيب معلم وملمس لانه بيلعب من سن 17 سنه رمضان كل ده 23 سنه وبالتالي عمل اسمه عمل نجومية وليه الحياة أهداف كتيرة جيدة وليه بصمة مع النادي الأهلي مع المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي لعيب المواهب ما بتبقاش كتيرة قوي لكن ده من المواهب اللي كانت موجودة في الكرة المصرية برضو النهاردة الحقيقة بعد اللي حصل امبارح والشهد للجميع امبارح وانا قلت لكم الاتصالات اللي حصلت لكن النهارده بقى زودت من اتصالاتي مع كافه الاطراف وكان لدي توفيق ان انا يبقى عندي مكالمات مع كل الاطراف سواء طرف النادي الاهلي او رمضان صبحي شخصيا او حتى الكابتن شريف اكرامي كمان شخصيا وبالتالي تتجمع تتكون الصوره بالكامل واحكي شويه الأول في آه آه كلام أو هناك اتهامات لشريف آه إكرامي وبالتأكيد كابتن إكرامي حوضح ده. في اتهامات لنادر شوقي آه وكيل أعمال اللاعب وبالتأكيد هوضح آه ده، لكن هقول لكم القصة والمتغيرات حصلت إزاي. يعني القصة كلها ومتغيراتها إيه اللي حصل وإيه التطور اللي آه حصل فيها يعني. زي ما حكيت إمبارح من شهر ثلاثة تقريبا والنادي الاهلي بدا في التفاوض على رمضان كان من قبل ايقاف الدوري العام والنادي قرر هذا الموسم انه لا كفايه اعراض في ناس قالوا لي طب ليه الاهلي ما اشتراش من السنه اللي فاتت كان المبلغ عالي جدا كانت الارقام زياده جدا فالاهلي قال اخدها واحده بواحده عشان اه اه اقدر يعني اه اخلص اللاعب يعني وبالتالي اشتغل على اعاره مره اعاره التانية الاولى كانت موفقه جدا التانية حتى اصيب رمضان كانت موفقه جدا الاصابه دي قدر ما حدش يقدر يتكلم فيها ولا يقدر يقول عليها اي حاجه النادي الاهلي الحقيقه بذل كل جهد عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني لانه بشعر بنبره شماته من البعض والحقيقه مش عارف ليه يعني انت بتتفاوض مع لعيب كريستيانو رونالدو مثلا في ريال مدريد ما فيش اتخن من كريستيانو رونالدو يعني هما اتنين تخان قوي في الكره في العالم لينا ميسي وكريستيانو رونالدو ده كان عنوان برشلونه وما زال وده كان عنوان ريال مدريد وفضل انه يمشي وراح اليوفي فبتفضل تقدم عروضك لحد ما تصل الى اتفاق او تفاجئ انه خلاص وكان على فكره كريستيانو كان موقع مع الريال لكنه اتحرك على اليوفي تمام خلاص فالأهلي في موضوع التفاوض ورمضان بالظبط كان موقفه عامل ازاي ده اللي انا هقوله لكم اه النهارده. بس قبل ما اتكلم في رمضان لان بلوك جمعتني مكالمه مطوله برمضان وكان في جزء منها كابتن شريف اكرامي والاتنين لهم معز عندي عشان برضه اكون امين لان رمضان زميل مصطفى ابني من زمان واعرفه من زمان فمن صغره انا انا بحب الولد غير موهبته يعني. اما شريف والله يرحمه اخوه احمد وكابتن اكرامي فدي علاقه ممتده منذ زمن يعني قبل بس ما اتكلم شويه في الموضوع ده خلينا يعني ايه هو عمرو دياب بيقول لك بلاش نتكلم في الماضي هنتكلم يعني في الماضي شويه لانه بدا الكلام يتقال على هو الاهلي بتطير منه الصفقات ليه هو الاهلي اللي كان صائد الصفقات و و و ايه اللي حصل وزي ما قلت في الاول لا هدافع ولا هاجم لكن هشرح موقف بنيجي نتكلم مثلا على عبد الله السعيد وهذا الامر معلن يعني مفيش فيه اي حاجه يعني مش معلنه يعني والمعلن رسميا انه عبد الله السعيد حصل كاش على 40 مليون جنيه. ده معلن رسمي مش يعني حاجه ما, ما بتستخباش يعني. كان توقيعه في الموسم ب مليون جنيه وخد الفلوس في شنطه أه ساعتها من نادي الزمالك طبعا رقم خرافي ما حصلش حتى هذه اللحظة وأعتقد لعشر سنين قدام ممكن ما يحصلش يعني الله أعلم بقى السنين بتجري بسرعة يعني ثم فاكرين التدخلات والهات والخد والأخذ والرد إلى أن عاد عبد الله بس كان أعلن الرسمي أنه عبد الله بالفعل وقع لنادي الزمالك وحصل على هذا المبلغ الكبير عشان بس الناس اللي بتهاجم دلوقتي تعرف هي رايحه فين وجايه منين. فعاد عبد الله الى النادي الاهلي وكان العقد يسمح لي بالامتداد بالمد والنادي الاهلي عمل المد بتاع عبد الله السعيد لكنه قامت حمله عنيفه جدا من جمهور النادي الاهلي بترفض وجود عبد الله السعيد في النادي الاهلي. على فكره انا ما كنتش مع ده. من اول يوم قلت الكلام ده لحد دلوقتي بقول ده انه اخطا اخطا لكنه عاد فكانت وجهه نظر انه يبقى موجود الاداره لها وجهه نظر لكن الجمهور كله كله كان في حاله ثوره أن عبدالله الله ما موجود في النادي الاهلي واستجابت اداره النادي الاهلي لضغوط جماهيره وعرضت عبد الله للبيع بعد ما كانت مضته راح احترف في اهلي جده ثم انتقل الى فنلندا ثم عاد الى بيراميدز ده موضوع عبد الله اهو من البدايه نروح على موضوع احمد فتحي واحد من اهم نجوم الكره المصريه وبالمناسبه هو موجود بكره في القائمه لا تشال ولا يحزنون خطا من الاداري الأهل الاهلي بيبعت القائمه بيعمل علامه صح على اللي موجودين نسي يعمل علامه صح على فتحي لكن فيها 20 لعيب في المعسكر كل بس التغيير انه اتشال ايمن اشرف ودخل مكانه رامي ربيعه ده كان غائب للايقاف عاد وده كان آه وده بقى عنده ثلاث انذارات فاوقفوها ايضا اتشال احمد الشيخ لاصابه في وجه القدم ودخل مكانه الصاعد محمد شكري والعشرين زي ما هم احمد فتحي ما اخذ على اداره النادي الاهلي انها تاخرت في التفاوض ولما الناس اتسالت انتوا اخرتوا ليه التفاوض قال لك يعني كان احتراما لحسام عاشور لان حسام ما كانش موجود خلاص فحاولنا بقدر الامكان لان احنا بنفاوض احمد فتحي شريف اكرامي وليد سليمان حسام عاشور هم الاربعه مع بعض فلو كنا خدنا لعيب وسبنا التاني كانت القصه تبقى باينه فحاولنا ان احنا نراعي شعور الكابتن حسام عاشور من هنا كان التاجيل شويه في التفاوض مع احمد فتحي لكننا وصلنا معالي اللي طلبه الكابتن احمد وبعد ما تمام و100% رجع الكابتن احمد قال لا انا ماشي يعني ما طلبوا اللاعب النادي الاهلي استجاب وتمام التمام لكنه كابتن احمد قال انا في اخر ايام حياتي وانا الامر بالنسبه لي أه أه صعب واعلن الراجل وما زال بيتمرن وموجود وموجود في القائمه وشارك في المباراه الوديه الاخيره للنادي الاهلي ورب دورات النافعه محمد هاني كان بيلعب دلوقتي بقى بيلعب اكثر ومتالق جدا وماشي بشكل جيد جدا ومحمد هاني على فكره لعيب منتخب فالدنيا ماشيه بشكل كويس نروح على ال ال النجم الثالث شريف اكرام شريف اكرامي والحقيقه له احترام كبير جدا وشعبيه كبيره عند جماهير النادي الاهلي بيعرف يتكلم بيعرف يقول الناس شايفاه واجهه محترمه شريف كان يعني متصالح جدا مع نفسه كان الحارس الاول للنادي الاهلي كان حارس في حارس مرمى منتخبنا الوطني بالتنافس يعني لكن كان متواجد لكنه شريف لقى ان محمد الشناوي بقى بيلعب اساسي شريف الصغير قال لك يعني مش مش باقي في العمر قد اللي فات فانا يعني هريح المسائل وبمنتهى الادب الشديد اقول سلام عليكم وقوبل باحترام شديد جدا من جماهير النادي لانه الشناوي بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب في افضل 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 حالاته فمن الصعب انه يقعد وشريف عايز يلعب يقول لك انا فاضل لي ثلاث اربع سنين في الملاعب عايز العب وابقى اساسي وارجع المنتخب تاني وهذا حقه خلاص تمام وليد سليمان تم التجديد لي في ثلاثه ويسر حسام عاشور من الجانب الفني الراجل قال انا مش عايزه النادي الاهلي اعلن انه هيكرمه بمباراه اعتزال وعمله في جهاز فني او في مجال النادي وايضا في قناه النادي الاهلي لكنه هذه الامور حصل فيها مشاكل وازمات فيما بعد وعارفين كلكم كل المشكله ما يحبش اتطرق ليها وخلاص دول المشاكل او الموضوعات الخاصه باللعيبه كلها انا بقول لك انا رايي الشخصي انه كان عبد الله السعيد يقول. ده رايي راي الاداره غير كده بناء على ضغوط جماهيريه عنيفه جدا راي شريف انه كان يمشي راي وليد انه استجاب لعرض النادي وراي احمد فتحي بعد ما كان خلاص موافق على المبلغ رجع قال لا مش ده انا هروح برمز خلاص اوكي انتهينا عشان بس ما ايه محدش يفضل يلت في هذا الامر كتير